امين شيكو اتجوز، بس هقول لك حاجه ما تعرفهاش عن امين شيكو. شايف العريس اللي في الصوره دي؟ تعب كتير جدا عشان يوصل للحظه دي، كان حلم وحققه. شيكو اللي ما عرفوش كان لاعب كوره حريف جدا، ولعب في انديه درجه تانية وثالثه على امل انه في يوم من الايام يلعب في الدوري الممتاز، وكان بيسافر بلاد بعيده عشان يلعب في فريق، وتفاجئ ان لما ابن رئيس النادي مضوع العقد بقى يلعب مكانه رغم انه احرف منه 100 مره، فاكتئب وكره الكوره وسابها، وقرر انه يروح الجيم ويعمل عضلات ويبقى مدرب، ولكن برضه راح في سكه ما حبهاش، ان جسمه بقى مش طبيعي والكلام ده كله، فقرر برضه انه يسيب الموضوع ده، وفجاه خد قرار انه يفتح عربيه قهوه في الشارع. تحمل انتقادات وتحمل مضايقات كتيرة لحد ما يقدر يثبت نفسه في الشارع، ويقدر من خلال العربية دي انه يبقى ليه اسم ويبقى ليه شغل ياكل منه عيش. وفيديو عمله كسر الدنيا وبقى بين ليلة وضحاها نجم من نجوم السوشيال ميديا. قصة كفاح حقيقية لشاب بسيط ما كملش 30 من عمره، قدر يتعب عشان ينجح ويحقق حلمه الاساسي انه يتجوز البنت اللي بيحبها، البنت اللي برضه كانت جنبه ورفضت كل العرسان لحد ما يكون نفسه ويبقى جاهز عشان يتجوزها. شيكو قصة كفاح ممكن تتقال في أقل من دقيقتين، بس درس كبير لكل واحد مش عاوز يشتغل ومش عاوز يتعب في حياته. اتعلم من شيكو اللي تحدى الجميع وفشل مرة واثنين وثلاثة لحد ما نجح وحقق كل اللي بيحلم بيه. ألف مبروك لأخويا أمين شيكو.